بس طيب دكتور علي، ربما الناس النهارده بيقول لك المواطن بيقول لك يعني طب انا المحطات دي العائد علي ايه كمواطن؟ ايه الفائده؟ المواطن ايه العائد؟ ما يعني دايما اي حاجه بتتعمل يقول لك وانا هستفيد ايه؟ ايوه ايه اهميه المحطات بالنسبه هو لي؟ هو دي قوه مصر، هتديك في محطات نوويه. لان القوه يعني ايه؟ هتديك قوه في الصناعه وفي التجاره، وهو اساسها مشروع استثماري ليه عائد مادي. يعني انت لما تطور الصناعات المصريه بالتكنولوجيا النوويه، نعم، فالمصانع المصريه ترتقي للتكنولوجيا النوويه. نعم. لو ارتقت يبقى انت صناعاتك الحربيه والمدنيه تبقى للتكنولوجيا النوويه، تقدر تنافس بالصناعات دي الدول العظمى، وانت هتبقى دوله عظمى في الصناعه، وبالتالي عمله صعبه تجيلك، وخاصه وانت العماله عندك رخيصه. نعم. يبقى المنتج رخيص. نعم. جوده عاليه. نعم. هتقدر تجيب عمله صعبه، يبقى في تنميه مستدامه، في رفاهيه للشعب، لان احنا عاوزين اصلا نبيع منتجاتنا في العالم. سياده الرئيس النهارده قال ان احنا النهارده بنكتب تاريخ جديد او تاريخا طبعا جديدا. ليه؟ لان ده اضخم مشروع في تاريخ مصر. لان ده مشروع تكنولوجيا راقيه جدا ومعقد جدا، ما فيش حاجه زي كده حصلت قبل كده في مصر. ولا سد عالي ولا قناه السويس ولا اي حاجه. ده اعقد معقد جدا وراقي جدا في التكنولوجيا. نعم. وعشان كده هو لما يجي يقول لك غالي، ما كل حاجه ولها ثمن. نعم. الغالي بيقول لك الغالي ثمنه فيه. نعم. بالبلد يعني. نعم. فهي دي مستقبل قوه مصر. انت ما يبقى عندك محطه نوويه، ومحطات نوويه اصبحت دوله يعول عليها ويعتمد عليها، وخاصه احنا بنحط ايدينا في الشغلانه. ما بنعملش محطه ونجيب ناس ثانيه شغلها لنا ولا صينا. احنا المصريين هندور كل حاجه وده موجود ما شاء الله. سيادتك انت شفت النهارده العربيات يعني في ورش الصيانه. نعم. احنا بنحط ايدينا في اي حاجه، احنا معروفين كمصريين. فالمحطات النوويه هي القوه القادمه لمصر. طيب حضرتك النهارده بنتكلم على مساله الامن القومي، بنتكلم على الاداره والتشغيل، كلها ايادي مصريه، ما عنديش حد اجنبي. صحيح ان انت هم هيعلموه، ناخد الخبره بتاعتهم منهم طبعا، فانت هتنقل الخبره. نعم. يعني الشركات الموجوده في موقع طبعا النهارده بتكتسب الخبره. نعم. الشركات دي بعد ما المحطات دي تنتهي ممكن تشتغل في افريقيا وفي الدول العربيه والدول الاجنبيه. عنده خبره، عندهم خبره خلاص. نعم. ويجيب لك عمله صعبه. نعم. الكهرباء هتجيب لك الكهرباء بعد 15 سنه لما سد الثمنه هتبقى ببلاش، هتدفع بس ثمن الوقود والمرتبات بس، هتقعد 60 سنه او 100 سنه بتشغلها ببلاش. يعني انا قصدي مشروع استثماري 100% امن قومي تكنولوجي لمصر. وان احنا النهارده عندنا تدريب على اعلى مستوى، دربنا حتى اولادنا اللي هم الطلبه اللي هم في مدرسه الضبعه اتضربوا في روسيا ورجعوا. أيوة. والنهارده اتوظفوا وتعينوا زي. أيوة. ما قالوا لي النهارده. تمام. وبالتالي انت بتعين الناس دلوقتي. صح. بتدي خبرات اكتر ان شاء الله. ايه الفارق ما بين ده وانشاص؟ يعني عشان قبل ما انشاص انا عارف حاجه طبعا مرتبط باكتر من عام. احنا هيئه المحطات النوويه. دي البناء محطات نوويه وتشغيلها. نعم. هيئه الطاقه الذريه دي الام، الهيئه الام اللي هي ابحاث نوويه. ابحاث نوويه يعني المفاعلات اللي هناك ابحاث. غير المفاعلات بتاعه الضبعه، ده حاجه وده حاجه. معايا؟ فدي ابحاث نوويه في جميع المجالات. نعم. في الزراعه والصناعه والطب والكيمياء وكل حاجه. نعم. هناك ابحاث. نعم. لكن دي محطات نوويه بس لانتاج الكهرباء. نعم. هل